طب ايه رايك يا استاذ فاروق في الشباب الجدد اللي موجودين دلوقتي على الساحه السينمائيه واللي بيقولوا ان السينما اللي ما يبداش فيها بطل عمره ما يصعد لدور البطوله؟ انا بقول طبعا الكلام ده لان حضرتك بتقول ان بدايتك كانت ادوار صغيره او ادوار كومبارس، فيا ترى ايه رايك في الكلام ده؟ لا مش صحيح على الاطلاق، بدليل مثلا ان انا بعد ما عملت بابا عبده وبعد ما بدات الفت النظر وبعد ما اشتغلت فيلم الباطنيه، ومفروض ان ده كان فيلم كبير وكان دوري فيه دور مميز، الى ان برضو لظروف خاصه لم يلفت النظر قوي، اشتغلت فيلم اسمه غاوي مشاكل، كان بطوله عادل امام ونوره واسعاد يونس وانا. عادل امام صديق عزيز، ومن قبل ما اشتغل في الفن كمان انا احد يعني كنت احد متفرجيه واحد اصدقائه. فاول ما شافني في التصوير لمني جدا، ازاي انا اقبل هذا الدور؟ يعني قال لي ان انت امكانياتك اكبر من كده بكتير، فده دور انا ما كنتش احب انك انت تعمله، برغم انك انت بتعمله فيلم معايا وفيلم من بطولتي. فقلت له والله يا عادل انا ما يعني لسه ما اشتغلتش في السينما، البطنيه لم يحقق لي ما كنت ارجوه، فانا ما زلت باصر على ان الدور الصغير ممكن يعمل ممثل كبير، لانه ما فيش دور صغير ودور كبير، في ممثل صغير وفي ممثل كبير. فاحتمال كبير جدا 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 ان هذا الدور يلفت النظر لي كان نتيجة اشتراكي في غاوي مشاكل، اني اشترك في السنة اللي بعديها على طول ومباشرة في فيلم المشبوه مع عادل امام ولنفس المنتج، لان المنتج حس قد ايه بالتزامي، حس قد ايه ان انا ممكن ابقى مفيد، فرشحوني عادل وسمير سيف المخرج وواصف فايز المنتج لفيلم المشبوه في السنة التالية، وانا بعتبر فيلم المشبوه هو الخطوة الاولى ليا في السينما.